رمضان هليت هل هلالك، نورت الدنيا بجمالك رمضان هليت. برمضان أخي الكريم، من عزمنا الشيخ عبد الغني النابلسي ننزل قبل الفجر بساعتين نعمل البرنامج، ومنزيع كل شهر رمضان من على بكرة من وقت الصبح لآخر رمضان. وقت بيخلص شهر رمضان ليلة 27 كمان بنعمل استقبال غير الأولاني حتى نودع رمضان. ودعت يعني توديع رمضان غير فودعوه ثم قولوا يا شهرنا. لذلك هذا الحال وهذا لا. لكن وقت الفجر بتسمع أصوات 35 منشد عم يناجوا حاضر الله، سبحان الأول بلا بداية، سبحان الآخر بلا نهاية، سبحان من له في كل سورة آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمد دائم على الدوام. الملك لله الواحد القهار. رمضاننا أنت المنى في كل عام بالهنا، رمضاننا أنت المنى في كل عام بالهنا، قد زرتنا يا فوزنا بفضلك نلنا المرام، بفضلك نلنا المرام. يا أيها الشهر الجميل وافيت بالخير الجزيل، يا أيها الشهر الجميل وافيت بالخير الجزيل، لما عزمت على الرحيل أورست قلبا السقام، أورست قلبنا السقام. رمضاننا أنت المنى في كل عام بالهنا، رمضاننا أنت المنى في كل عام بالهنا، قد زرتنا يا فوزنا بفضلك نلنا المرام، بفضلك نلنا المرام.